مثلا تكلموا على الدولة الاجتماعية، في واحد الجانب اللي هو مرتبط بالإنصاف وبتكافؤ الفرص وإدماج جميع الفئات ديال المجتمع. من طبيعة الحال هذا يعني الاهتمام بالخدمات العمومية، وما بين هذه الخدمات العمومية اللي هي أساسية في هذه العملية هو التعليم. ويمكن نقول بأن اليوم النتيجة ديال العمل ديال الحكومة خلال هاد السنتين جعلت بأن الإصلاح بدأ يدخل داخل القسم. يمكن أن نعتبر بأن التصور فيما يخص التصور الاستراتيجي 2015-2030 ولا قانون الإطار كان موجود، ولكن الصعوبة هي في التنزيل وفي القدرة على تأثير تعلمات ديال التلامذ داخل الأقسام. ويمكننا نعتبر بأن اليوم هذه واحد العملية اللي انطلقت واللي بدأت تعطي بعض النتائج، واخا لأن احنا في مسار ديال التعليم هو واحد المسار اللي هو طويل، ما يمكنش في بعض واخا في سنتين زعما كاين صعيب باش يكون عندنا النتائج على الصعيد الوطني، ولكن بدينا الآن نسجلوا نتائج اللي هي جد إيجابية.